100 عام على ميلاد هذا الرجل الذي أخرج للعالم دولة عصرية لها قوتها، لها انتشارها، لها تأثيرها، ولا تزال تنبض من خيره ومن فضله. 100 عام على ميلاد زايد الذي أخرج للدنيا دولة من أجمل الدول وأكثرها حضارة. 100 عام ولا يزال صداه يتردد في القلوب. 100 عام ولا يزال زايد هو نبض الحب والعطاء في قلب كل رجل يعيش في دولة الإمارات. إنه زايد بن سلطان آل نهيان.